هاي. القهوة يلي بتستهلكها بكثرة المناطق المتحضرة بيتم إنتاجها بالبلدين النامية والفقيرة. تعتبر القهوة من السلع الأساسية بعد النفط الخام، وبتسبق الغاز الطبيعي، ذهب، سكر والذرة. بينشرب يومياً أكثر من 500 مليار فنجان قهوة بالعالم، من بينهم 14 مليار فنجان إسبريسو الإيطالي، وبتأمن مزارع القهوة دخل أكثر من 25 مليون شخص. تعتبر فنلندا من أكبر مستهلكي القهوة بالعالم، وبالرغم من وجود عدة طعمات للقهوة بالواقع في بس نوعين، الأرابيكا وهي الأشهر والأكثر انتشاراً، والروبوستا يلي هي أرخص. مين قال إنه القهوة كانت ممنوعة بمصر وتركيا خلال العصور الماضية، وكانت عقوبة يلي بيتناولوها الرمي بالمحيط؟ أنا قال، بشوفكم بكره.